نعم، صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، صباح المحبة والسعادة والسلام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة. واحد من الناس اليوم في منطقة حيوية ومنطقة كبيرة ومنطقة جميلة وأيضا منطقة عدد نفوسها لا بأس به بالعاصمة بغداد وتحديدا من مدينة الصدر، وتحديدا بالضبط احنا بعلوة جميلة. علوة جميلة طبعا معروفة على مستوى العراق انه اللي يدخل بغداد لازم يمر بعلوة جميلة. اللي يدخل بغداد اذا يريد يشتري ويتسوق يجي لهذه العلوة لانه اهميتها والاسعار اللي بيها وحجم المحلات والمكاتب اللي موجودة بداخل هذه العلوة. اليوم راح نسولف بشكل وبتفاصيل تخص العلوة وتخص اصحاب المكاتب اللي موجودين ونشوف وضعها شنو بجولة مباشرة وجولة ميدانية، واحنا واحد من الناس اكيد راح نخليكم تشوفون الصورة، وبصراحة هي الصورة اللي تحكي على موضوع. انا قبل شوية واحد لفت انتباهي بموضوع فيروس الكورونا. هذا الفيروس هو انتشر في بعض الدول القريبة للعراق والمجاورة للعراق، وبلشت الناس تاخذ احتياطاتها بكافة الجوانب، منها المطارات، منها الوضع الاستيراد والبضائع وعدم دخولها. واحنا اليوم بداخل علوة مهمة، واكيد منتجنا اللي موجود داخل العلوة هو منتج مستورد سواء من دول مجاورة او حتى من دول غير مجاورة. راح نسولف وياهم. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ شلونك عمي؟ شو اخبارك حبيبي؟ ابو عباس شلون صحتك؟ السلام عليكم، شلونكم زينين؟ احنا نعمة بخير والله، احنا بلدنا بخير، كلنا بخير. احنا حكينا قبل شوي واحنا نعم نعم تفضلت كلامك صحيح. خوش ذكرت موضوع الفيروس اللي هسه موجود. نعم الفيروس، احنا اذا ما نحدد مصير البلد هذا بناس شرفاء كلنا تأذى، ما حد يتأذى بينا، كلنا تأذى، الفقير تأذى، الزين تأذى، العلمكلي تأذى، المثقف نقول، العمل مالنا بالعراق هسه كل ركيك بركيك، تعبان. قبل الفيروس نعم بس الفيروس هسه الله يدري وين وصل، ما يدري. تعرف على بلدنا شوي الاشاعه مالتنا على السريع على السريع توصل الى ابعد حدود من البصره الى الشمال، لكن الحل شنو؟ البديل شنو؟ احنا شعب انظلمنا من ذاك التاريخ للتاريخ مظلومين. اي هسه وضع العلوه، وضع العلوه، علوه جميله نبجتنا. الاخوان الامانه، الاخوان هسه الامانه كل سنه يهددونا بزياده الاسعار مال الايجارات، كل سنه هاي كل سنه يطلع لنا واحد اعمى قلب. قد توصل ايجاراتكم هنا؟ انت تحدي يا رقم تتحدى انت حضر جنابك. انا هسه اذا ارد انا بالنسبه لي هو تقييم الناس اللي اهل المصلحه واهل الخبره. نعم نعم نعم، مو اي واحد يقيم. صحيح صحيح، بس هي المكاتب اللي موجوده حسب الشغل، الشغل اذا زين. وين الشغل؟ هسه استاذ قبل كان اكو شغل، قبل اكو شغل، هسه حاليا ماكو شغل، لانه بكان العلوه انفتحت عشرات العلوات بالشارع موجود. هسه العلوه كانت بس جميله بغداد الرشيد انبنت موافقة، كان خالد عبد المنعم رشيد الأمين، ظل سبع تشهر من ثمان تشهر فتحوا لها استدارة، يلا صارت السيدية، كانت هاي نفس السيدية علوتين، ما كرملية قبل ماكو السيدية واليوسفية وجميلة. السيدية انبنت علوة الرشيد بمزاد مساطح، انبنت مدة 15 سنة، انبنت سبع تشهر العلوة قاعدة إلى أن فتحوا لها الاستدارة اللي موجودة مال الرشيد، يلا صارت علوة يلا اشتغلت. هاي بالتسعينات، لا بالتسعينات، يلا يعني سبع، والله زاد من سبع تشهر علوة الرشيد مؤجرة وكاملة ومبنية ولا مكتب مفتح بيها، فتحوا الاستدارة يلا صارت العلوة. هسه بو كان العلوة صارت عشرات العلوات لأنه ماكو رقابة، ماكو احد يسال ليش ماكو، لا ليش ماكو رقابه اذا الامانه موجوده وتاخذ منكم وصولات وفلوس وايجارات انتم مأجرين. استاذ احنا مأجرين هاي لليوم ولا البارح، هاي نص العلاوه ملك، هاي بس هاي ايجار، هاي هسه علوه الفواكه كله ملك، بناء كله ملك، علاوه ملك، هذا ايجار. هسه كانت بس جميله، احنا جميله قبل يعني فتره قبل السقوط، هاي كنا نسميها ميناء. هسه انت مو قاعد تتمشى، مو قاعد تتمشى، قبل ما تقدر تمشي على رجليك، الله وكيلك ما تقدر تمشي. هسه العلوه انتهت، ليش انتهت؟ لان بكان علوه انفتحت عشرات العلوات، اليوسفيه
اذا تريد تجيب اليوسفيه بالكرخ كانت بس علوه الرشيد والتعاون ببراهن. هسه اذا اريد اوديك عليها ما يقارب 15 او 20 علوه، على العرف على العلاقات، ماكو رقابه، ماكو ماليه، ماكو شو اسمه، دفع فلوس افتحوا علوات، مو علوه، علوات انفتحت بالايجار وياخذون فلوس. هاي مقابل فتحها هاي ابو عباس، مقابل فتحها هاي العلوه نسبه بسيطه اكيد اكو مردود. لا لا نسبه لا لا نسبه بسيطه. هو هسه لو يريد منسقها، لو منسقها ماكو ولا ماكو امانه هيك. تعال وخذ نسبه، يعني شلون رشاوي شلون كذا، وش انفتحت عشوائيات، انفتحت ما عليها رقابه، هي العشوائيات من تنبي غير اكو رقابه عليها، تبلشها ما تبلشت، انبنت وصارت على وتاجرت. هي هو ياثر علي من استاذ ايش قد ما اجرب؟ ايش قد اجرب؟ ب 25 25 وواحد يجي بالعشوائيات يفتح يعني نفسك. يعني انا 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 اللي انا عندي مكتب وعندي ايجار وعندي عمال وعندنا كاتب وعندنا ضريبه وعندنا حتى مال تنظيف. هسه انا عاد التنظيف ما ماخذينه من عندهم، هاي كلها علينا محسوبه، كلها ياخذونها من عندنا. هسه مال التنظيف ماخوذه، هي مدفوعه واحنا قاعد ندفع فلوس، وهي مدفوعه وننظف على حسابنا. وهاي هسه انت من تمطر ما تقدر تمشي، والله خطيه ذول العرباين حصر عليهم يمشون ما تنطب. فهي من لانه ماكو متابعه، لو اكو متابعه ما خلص. هسه احنا هنا بغداد هسه بالرصافه هسه داري اعد لك اياهن، الشارع بي اكثر من علوه، الشارع الشارع مفتوح حدود وعلاوه موجوده. كم علوه عندنا؟ حج حيدر، كم علوه هسه موجوده عندنا ببغداد؟ الله يسعدك حبيبي، شلونك؟ زين اخبارك؟ نعم. مكان ضيق حتى تاخذون راحتكم. لا لا استاذنا العزيز، احنا العلاوه الموجوده المتجاوزه حاليا تابعه للبرلمانيين. اول وحده للبرلمانيين، اكو بحدود بغداد تابعه لعلي الفيصل يصير ابن عم فالح الفياض. انا من اسولف لك ما اخاف من احد. تابعه وموجوده باراضيهم، اراضي البعامق اللي هي تعبر منطقه الحسينيه تابعه لبغداد، راسا بجديده الشط، منطقه مجاوره الى بغداد. يعني هو رجال قاعه ولدي فتحها كلها مو من حقه. يعني انا هسه ذا عندي قاع وفتحها، اكو قانون يحكم انه اكو قانون، لان احنا ندفع رسم مهنه، رسم مهنه لمن ندفع للدوله؟ قانونا لحمايه المهنه. يعني احنا هسه ندفع رسوم 10% على الايجار، مثلا هسه الحج ابو عباس ذكر قال انا ايجاري 25، ياخذون منا مليونين ونص اضافه رسم مهنه. تابعه للمنطقه اللي بيها جميله، يعني دائرة الصدر الثانية تابعة لأمانة بغداد تاخذ مليونين ونص رسم مهنة كحماية، إن تحمينا، مو أنت حضرتك تجي تفتح نفس مهنتنا، لو ذاك نفس مهنتنا ماكو منافسة أو منافسة حقانية. يعني قبل كانت بذاك الزمن ما نقول إحنا هدام وصدام، كان عنده يوضع لكل الاختصاصات لجان من ذو الاختصاص، مثلا كان كل ثلاثة يدز على علوة جميلة بساحة النسور يذكر تسعيرة المواد حتى يحمي المواطن، كل ثلاثة بساعة النسور يدز لجنة من جميلة تحدد أسعار، اليوم الجزر بكثرة، اليوم البطاطا بكثرة، الطماطة بكثرة، في سبيل التاجر هم يستغل المواطن بهاي الأمور. إحنا ما عندنا اختصاص، عندنا أحزاب تجيبها من الشارع وتحطها بمنصب مو اختصاصه ما يعرف، مثلا وزير الزراعة، الزراعة مواسم، كل موسم ينتج، موسم بطاطا، موسم حمضيات، موسم اكو، وزير الزراعه قرارات ارتجاليه يجيبها، مثلا هسه مساله الرمان ما محسوبه، ما شلون ما محسوبه ولجان موجوده؟ ماكو لجان استاذ. هسه احنا واضح عندنا الامر، يعني هسه بس اسمح لي حجي، انت هسه تسولف هذا الواقع اللي موجود ادري تشوفه. اها وزاره الزراعه، وزاره الزراعه توصلكم لهنا تشوف الوضع؟ ما تشوف الوضع، وزاره الزراعه اكو جهات مستفيده، وزاره الزراعه تنطيك. هسه احنا شنو؟ مو تموين ذاتي زراعه، وما نحتاج الوزاره الحدود ولا نحتاج وزاره التجاره على مز، احنا هسه مرتبطين من الزراعه بالتجاره. ليش؟ نستورد من الحدود، لا كل استيراد نستورد، هذا الجزر ايراني مو هذا ايران استاذ العزيز، هذا العراقي. لما اللي مختص بموضوع وزاره الزراعه، هسه وزاره الزراعه هو تموين الامه العراقيه كلها البلد العراق، هذا جزر يعطيك اجازه من وزاره الزراعه، ايش تدفع عليه؟
رسوم، الرسوم تاخذها انه بتروح المعرض بغداد الدولي، تدفع رسوم لوزارة التجارة، هي عابها علي من على المواطن. الوزارتين العفو، الوزارتين هسه جاي ندفع لهن، ندفع لهن كمستوردين ندفع للوزارتين. وانت شيء طبيعي ما راح تخسر الزودة على المواطن، سنت على المواطن، على المواطن. تجي بعدين هذا الزراعة والتجارة، هاي سرقة مخفية، تجي للحدود ترجع تدفع النوب رسوم مرة ثانية، هاي للجمارك تدفع للجمارك، ورا الجمارك تتلقانا السيطرات الرسمية والغير رسمية، الاثنين ما نستثني وحدة، الاثنين ياخذن. نعم يجي جندي، يجي جندي يعني مواليد تقريبا 95-96 يوقف، حتى كلامه مو منطقي، يوقف بالشارع يوقف السيارات، هذا ممنوع يوقف. تريد تمشي لازم تأدي $100. هيك تايهة واصلة هيك مرحلة؟ الدولة تايهة رسميا، الدولة داخل من خضراء، من منطقة الخضراء إلى مطار بغداد الدولي أكو دولة، لكن بكل العراق ماكو دولة. يجي وزير الزراعة وقال رمان، هسه عندنا احنا حاليا رمان ممنوع، يصير نمنع رمان واحنا ما عندنا محصور رمان؟ لازم ايش نمنع؟ ليش ممنوع هسه؟ مانعينه تأدي حتى تنطل أتاوة، اي حتى تدفع الأتاوة. هاي واحدة. الثانية خلنا ذكر لك الاختصاص على مود اقول لك رمان ممنوع، احنا ما عندنا زراعة رمان هسه. من صار العراق واللي جاي ينقطع الرمان، ينقطع استاذ بشهر له وقت محدود، ينقطع بشهر العاشر، والزين من ننكو خيب قالنا يسد العراق لشهر 11، يصير احنا 1-3 مسدود. البرتقال موسمه والنارنج والحمضيات هي موسمها يبدأ من 11 الى شهر الرابع، ينتهي البرتقال عندنا بالشجر والنارنج بشهر الرابع. احنا هسه نستورد من سوريا برتقال نارنج حامض، هذا ضرمن بعد برتقال تدياله وما هاي انت شلون ماتت؟ اول ما بدوا بموتوا الاقتصاد العراقي حرقوا البساتين، بعدين اكو صار السيطره الله سبحانه وتعالى، سيطرنا على البساتين، فرغوها من المخربين، فرغوها من الامه، استلمها الاستاذ بقرار وزير الزراعه، استلمها بقراره هسه. البرتقال مستورد فوق، انت كفلاح وعليك صرفيات، الدولة ما تدعمك لا بكيمياوي لا بأم لا بمي لا بكهرباء لا، وتجي للبرتقال، أكمل لك حديثي بلا زحمة، وتجي للبرتقال ينباع ب 500 دينار، ميسد كيمياويك وميك وغازك وخسارة. ليش خسر؟ ما بعد انهمل للبستان، حول البستان لمن؟ وزع قطع أراضي وانبنى. وزير الزراعة، وزير الزراعة خرب البساتين، دمرها دمر، وخرب البيئة، لأن هنا المكانات البيئة إذا أنت سكنية خضراء ماكو، سكنية شلون تجيك أنت؟ هاي السكنية غير وراها مخلفات، وراها أبسط شيء تشغيل الصوب هو هم يجيب لك غاز، هاي على البيئة عاي فيها، التجارة عاي فيها. لا أنا بخدمتك سلام حبيبي، نسولف نعطيكم مجال. المدير يريدك، مدير الجمعية. والله خليه يتفضل ويانا، ذا خليه يتفضل ويانا هنا وإحنا بخدمتكم. الله يساعدهم شباب. طبعا خلينا نسولف على الشباب هنا. عم هنا في دول ولو ايام السيطره مال سامره لزمت لها حوالي 22 سياره على اساس ممنوع، ممنوع كله ممنوع، هذا ممنوع، هو وينكم ممنوع؟ الانتقال لزمه الرمان، لزمه الجزر، لزمه التفاح، لزمه كل شيء لزمته، هو كل شيء ممنوع. استاذ العفو ابو محمد يسولف، شيء اللي لازم شيء يزود على هسه على البضاعة هاي، هاي وصلتني ب 500، أنا بيعها ب 500 وب 600، إذا ما عليها سيطرات وما عليها رقابة تدخل توصل بربع دينار، أنا من أزود هي بصير علي من على المواطن، هو المواطن تعبان. قلت للحاج قبل شوية، قلت له أنت كصاحب مكتب أو تاجر ما راح تخسر، لأن أنت راح تزود على المواطن. على المواطن، فالمواطن خطية، يعني هي أنت الوضع مالنا تعبان، والمواطن هو اللي يعاني من عتها، المواطن. زين فرضا هسه ان انتم تقولون على الاقتصاد المحلي، هسه الطماطم العراقيه موجوده مال بصره وبكثره موجوده، فتحوا الحدود الايرانيه، هسه ايراني، هذا ايران، هذاك العراقي ما حد بحاله، هاي الايراني، هاي الايران تنباع ب 300 و400 و500،
والعراقيه ب 500 توصل ما تنباع ب 500 تنباع ب 400 خساره وما خساره خساره على الفلاح اللي لازم يندعم مو لازم يندعم فما حد يدعمه اكو موضوع خل واحد غير يذكره اللي موجود ما على الاقتصاديه احنا نسوق من علوه الدوره نسوق إيه؟ احنا نسوق من الدوره هاي الدوره من داخل العراق يمنعوه حاطيننا بالسيطره هنا اقتصاديه تاخذ كل سياره 500 الف لو نوديها للدوره خلينا نفهم الناس وحتى احنا هم نعرف إيه؟ انت هسه تجيب سياره محمل طماطه محمل لا مو اكو هاي من الدوره حمل مثلا اسمح لي انا اسولفها خلي يكملها الظاهر بها لغز اي الغاز هسه مو الغاز كارثه بيها مدينه الصدر كم مليون 4 مليون الى 5 مليون محاربيها بصوره شخصيه شلون بصوره شخصيه احنا عندنا علوه جميله هنا بمصافه هي الوحيده يعني شو نقول الشريان الابهر لمدينه الصدر معروفه منطقه تجاريه والعايش عليها الصغير والكبير ابو الاقتصاديه تابع للداخليه وقسم منهم تابعين جهازنا من الوطني احنا كمسواك كله مستورد ما عندنا فلاح نسبه قليله 5% ماكو فلاح جاي يوقفون اقتصادية هنا بمدخل جميلة على القناة أنا طي وصل يابا أنا جايب من علوة الدورة من الكرخ يعني بغداد يعني بس عبر بس عبر دجة من الرصافة وكرخ يلزم السيارة هنا يقول هذا ممنوع بأمر وزير الزراعة وياخذ منه فلوس السو وصل إيش قد توصل توصل البراد إلى 500 ألف وما يقبل ياخذ عراقي للعلم يستلم 4 أوراق 4 دولار لازم يستلم واضعينهم بدون مراقبة اشتكيت يوم آمر لواء الماسك الأرض رجل تعاون وجمعانه وافتر بس يقول أنا هسه شو أسوي لهم أكو غير هم تابعين الغير جهة سلطة أعلى مني نعم يعني هم يتحدثون باسم وزارة الزراعة وزارة الزراعة لا والداخلية والأمن الوطني لجنة اقتصادية يسموها أبو مو تابعين للزراعة لا ينفذون قرارات الزراعة القرارات الارتجالية ينفذوها هم تعرف شلون؟ جبنا الامر اللواء اللي ماسك الارض قال انا هسه الزمهم انصب لهم كمين ومن ضمن واجبي وامسكهم انا واحد من الناس قلت له عمو وقف تلزمهم القانون حاميهم قال شلون ابو قرار القانون يعني بيش رجال نزل ويانا للمستوى وقام يسولف مو كقائد مو هذا جزاء الله خير عميد هشام اجيش قال الزمهم قلت له لا تلزمهم باشا قال شلون ما الزمهم كرار قلت له من تلزمهم لازم تسوي بهم محضر ضبط محضر الضبط انا يوم براد رمان مالي ب 20 الف دولار اذا تاخذ محضر ضبط بي لازم تاخذ رمان تاخذ السايق تاخذني انا كابو مال هم قراراتهم قلت لك ارتجاليه قرار يساعد الفساد انت هاي هسه السيطرات بالداخليه كلها تاخذ انت هسه كوزير رئيس وزراء ما ترفعها ارفعها وقعدهم معسكرات قعدهم بالحدود غايه منها شنو ما اعرف صراحه يعني اذا واصله هيك مرحله وبنص بغداد وبمدينه الصدر وبجميله يعني نص بغداد وهي هاي المناطق اللي انبنت بدايه بغداد يعني واقفات سيارات وياخذها من الناس يعني حسب ما كلامهم وحكيهم و بصراحة توصل السيارة إلى 500 ألف و 400 دولار اللي هم يسولفونها على 400 دولار كل سيطرة يعني هذا الرقم ما أعرف عمليات بغداد وزارة الزراعة وزارة الداخلية الأمن الوطني هذا كل الجهات الأمنية اللي موجودة داخل العاصمة زين خارج العاصمة شو يصير ما أدري عين أنت حبيبي. انا احد شركائنا الولد الحاج ميثاق تفضل اي سولف اللجنه الاقتصاديه اللي مخليها الوزير الزراعه او غير الوزراء هسه يقول مو وزير الزراعه بس يعني تطبيق قانون وزاره اي وزاره تدري من يلزمون السائق او يجمعونهم 20 سياره 30 سياره تدري شو يسوي هذا الضابط بيهم حاشا سامع اهانه وكتل وضرب يقول لهم شو تدرون سووا سووا انا القانون وياي ماكو هيك انا واحد من الناس وقفت قال هذا يغلط علينا رحت من بغداد خابروني ورحت له احكي وياه يقول لي لا تحكوا وياي انا لساني زفر والله انا هنتهم السواق كلهم يقول لهم هذول كلهم هنتهم للسواق رائد برتبة رائد برتبة رائد
بالجريمه المنظمه. بالجريمه المنظمه. دول تابعين للداخليه بالجريمه المنظمه. بس مو هيك يشتغل المنصب والمكان والشكل. استغلاليين بشكل. عندنا سايق لحد الان. هذه الحلقه هذه هم ماكو عندهم عقاب، ما عليهم عقاب استاذنا العزيز. هذا تصويرنا اليوم قدامكم وقدام الناس راح يوصل الى وزير الداخليه حصرا على رقمه على تليفونه، واحنا نخابر. بس تعال تعال لنا لانه خلينا نعطي مجال للناس. احنا عندنا معاناه نريد يعني وزير الداخليه لو خالد بداي مدير الجريمه الاقتصاديه يسوي لنا لقاء، احنا راح نحكي كل المعاناه. لازم يسوون لو رئيس الجمهوريه يعني اكو جهه بالدوله نلتقي بيها، لان احنا هسه احنا اهل المكاتب اهل العلاقه اهل المصالح أهل ماكو عصابات بكل مكان عصابه. ما نقدر هسه شو احكي لك؟ ما نقدر نحكي هسه حتى ما نقدر نحكي على الهواء. ايش تحكي؟ بس يريد لنا واحد وزير الداخليه لو خالد بداي هو مدير الجريمه الاقتصاديه. عمي والله ملينا، نريد نجيك نحكي وياك شو يصير بينا. يعني هسه انت الموظفين مالتك امتدوا من بغداد طلعوا للكوت للناصريه، بعد ما نقدر نشتغل، ما نقدر. يعني نريد واحد نحكي نقول له ابويا هاي معاناتنا. وزير الزراعه وزاره الزراعه عمي والله ما بيها واحد يعني عنده كفاءه وخبره. يعني احنا وزير الزراعه خلينا نخابر السيد وزير الداخليه وزير الزراعه ونسمع صوته اذا كان وزير الزراعه والله ما يعرف الرمان شتوي لو صيفي. يعني شهر 12 يريد يصدر رمان لالمانيا. اي طبعا احنا مو علينا هو المواطن. يعني هسه احنا الاقرب شيء للمواطن. احنا اللي نستورد البصل والطماطم والخيار ولا احنا نعرف معاناة المواطن وش يحتاج السوق، احنا اللي نستورده. يعني انت وزير الزراعه ما يعرف يريد يصدر رمان لالمانيا؟ والله رمان ما عندنا عراقي، لو اسود عراقي ما عندنا يريد يصدره لالمانيا. زين انت ابو الجريمه الاقتصاديه انت شلون تاخذ اوامر؟ هو وزير ما يعرف الرمان شتوي لو صيفي. يا اخوان هاي بلوه. هو مستشار مهدي العلاق يسوي لنا مهدي العلاق هو مستشار وزير الزراعه يسوي لنا لقاء وياه. احنا اهل الخبره ياخذوننا. احنا المستشارين مو هم، احنا المستشارين لان احنا اهل الخبره. احنا الميدان راح نقول له يابا نسد الحاصل 20 يوم شهر. احنا شغلتنا حساسه، يعني اليوم سد الجزر لازم شهر 20 يوم 21 يوم ينفتح الجزر. الخيار 20 يوم ينسد. احنا وياهم، احنا ويا الفلاح، احنا ندعم الفلاح، احنا نتصلف للفلاح، مو الدولة تتصلف. وضع الفلاح شلون هسه؟ وضع الفلاح يراد يعني عقل يدير الامور. احنا ويا المنتج المحصول العراقي، بس شلون يراد عقل يدير الامور. بيوت زجاجية، انت وين البيوت الزجاجية؟ اسوي بكل محافظة محصول زجاجي. بموظفين هاي الناس عطاله بطاله يصيروا موظفين. هسه الفلاح يعني ما جاي يوصله كل شيء من الوزاره؟ حجي شو يوصل؟ فلاح هنا؟ اكو فلاح هنا هسه نسولف وياه؟ شو يقول؟ نعم يا ريت تجيبون لنا فلاح خلينا نسولف وياه. يوصل حجي يعطونا سلفه 10 ملايين 8 ملايين بخشيش ومليونين يستلمن. يا عيني سمعه حاصدات ودركترات غير مهدي العلاق اللي اشوفه بالتلفزيون يحكي الله شاهد. اقول شنو هاي؟ شنو العقليات الموجوده تدير البلد؟ عبقري. وانا هسه اتمنى اكون اقعد وياه واحكي وياه. عمي والله تبهذلني والله مليني. يعني هسه بالمدينه حاط اربع سيطرات ممنوع الجزر. يعني على كيفكم بوي؟ على كيفكم؟ يعني شو نجيب لعد الناس؟ شو نبيع لهم؟ شو نجيب يعني؟ بصل لتجيب، طماطم لتجيب، خيار لتجيب، ما ادري شنو لتجيب، كل شيء لتجيب، شنو؟ هسه لو موجود ما موجود والله ما موجود. اكو اشياء عندنا كلها ما موجود. جزر وين عندنا جزر عراقي هسه؟ الجزر هسه عبالك محمل كريستال مو جزر. والله عبالك محمل كريستال مو جزر. من سيطره يعني انا 20 سيطره ذاك السيطره ورقتين عم مليني. والله مليني عمي والله مليني. مكاتب قعدت الله يكون بعونك حبيبي. انت اتواصل وياكم ويا الاخ ابو عباس وزين احنا سوينا لقاء وموجودين ونعطيها لهم بالتفصيل شنو المطلوب كله. انا امام الناس هسه وامام الناس اللي موجودين يمي لقاء ويا سيد وزير الداخلية ووزير الزراعة. نعم وزير الداخلية وزير الزراعة ونطيهم بالتفصيل كل السيطرات الموجودة. أي واحد مسؤول على هاي الشغلة احنا مستعدين. تابع الوزير.
ان اي خالد اي مسؤول بكفايه يحل مشكلتنا احنا موجودين وحاضرين اي لقاء تردوا بدورك استاذ دز لنا خبر واحنا نجي. تليفون حضرتك الطنيا خليك تبلغ 20 كيلو رقي سياره تنحجز عليه وتصادر 120 كيلو رقي ابنس اليمانية محمل وبيوصل وهذا الوصل وهسه يم القاضي ماله بالحسينيه تدري يصادر السياره اي سياره بخمس دفاتر وصار لها ثلاث شهرين محجوزه على 120 كيلو رقي السعر مالك انا دفعت فلوسه تدري قد بيش الكيلو ب 500 دينار الرقي مال السليمانيه انا احكي لك معاناتي 15/7/2019 لزموا سيارتين بالغالبيه عندي محملات جزر بالشتاء 53 درجه الحراره يوم الخميس يصادف يوم الاحد ابو الامن الوطني قلت له اليوم 15/14 يعني 12/7 بالمضبوط لان 15/7/14 تموز عطله يصادف الاحد الاحد عطله همه 53 درجه الحراره جزر وخس وقرنابيط ولعانه ذني كلن ما عندنا لزموهن بالسيطره يا معودين اخذوهن وزعوهن ما ريتين وزعوهن لهاي الناس الفقره ما اريد الحاصل بس خلصوني عوفوهن اعتقوهن والله اليوم ايش قلت يوميه دعوه ومرافعه النوب الضابط جاني قال لي يا بشغله روتين عوفن هنا مخزن النوب القاضي طلع يريد الحاصل هسه هو 53 درجه الحراره الصبح اذا ما تبيعه يخرب والله هزه مصطفى حفظي والله يريد الحاصل مني يعني وهاي صار خمس اشهر ومحامي 30 ورقه يريدون الجزر والخس والقرنابيط مني والنوب الكفني هسه على خيانه الامانه احنا ذبيناه الحاصل يريد يعني شلون ماده خيانه الامانه واربع اشهر والله الحاصل كله ب 30 ورقه انا صارف لي ب 70 ورقه والله عمي السالفه هاي على قولته انا الضحك خس والله خس وجزر وقرنابيط ولحاله هذا اللي يسمعها هسه والله والله العظيم يضحك بالله هذا عشان وياك نعطيك العجايب بس من هو من هو اللي يستمع قول لي فلان المفروض يا يستمع لو صرف حزب هسه هاي لو صرف حزب ها اوصل حاجه كل واحد كان وش يسوي لكن ماكو انا لله وانا راجعون انا لله وانا راجعون حسبي الله ونعم الوكيل بهم حسبي الله ملينا والله متنا عمي وين نروح نخرب بالشارع حسين نسلب العالم وايكو عالم يسلبوا بالشارع ترى عمي عمي الخير اطلع برا نسنا هسه الحال يريد حال عمو دول حال لا رئيس وزراء لا رئيس جمهوريه ملتين بناصبهم وملتين بكراسيهم وعايبين هاي الشعب المظلوم هاك هاك كليات كلهم كليات اكثرهم وقاعد يحط لنا بطاله المنزل حمد حمود يا دمير دلنا بحزب يعني يا عمي يا احزاب موتونا وبعون هاي الشباب لكم ان شاء الله هاي الشباب اللي اعطينا حيدر اعطينا صوره عنهم هذا الواقع اللي موجود والله يعني نتمنى نتامل هذه الان الوجوه اللي قدامكم اللي تعبانه تشوفوها تعبها الوقت والضيم اللي شافوه عموما هذه الرسائل اللي انحكت نتمنى ايضا وهذه دعوه الى السيد وزير الداخليه والسيد وزير الزراعه وكل اللي تحدثوا بها الاخوه لازم يتابع ولازم يكون على درايه وعلى علم لاغلب الوزارات خلينا نسولف ويا الشباب اللي موجودين اللي بالقوة عايشين وما أعرف الله يكون بعونهم السلام عليكم أخوي شلون أخوي الله يعزك أخبارك الله والله الحمد لله شلون الصحة نعم الحمد لله مشكور شغلك هنا السيارة والله عمال إحنا والله شلون شغلكم والله ماشي الحال على هلا جماعة المكاتب زينين وياكم زينين خير زينين عرف وعلاقات مو يعرف كله عرف جماعة كله عرف نعم الله يكون بعونكم أشكرك تحياتي لك يا طيب الله يخليك عزيز ساعدك حجي شلونك يا ابو قواك الله بعد قلبك شلون صحتك اغاك يلا زين الحمد لله مرتاح ان شاء الله ان شاء الله شلون شغلك هنا والله يعني صاحب سياره لا هي عربانه عربانه ايوه قصا لك والله نعم والله صار 20 سنه تقريبا ايوه زين العلوه ايش قصا العلوه هوايه يعني مش ماني لا اكثر اكثر اي اكثر هي لان العلوه القديمه هي كانت مال النهضه الشيخ عمر أيوه. عرفت شلون؟ فاللغة مال الشيخ عمر اجت هنا صراحة. وانت واكبتها من ذاك الوقت لليوم؟
طبعا انا مثل ما يقول لا انا كنت بالشور جنب ايوه خلي هنا عمي خلينا نسولف هنا بالله انت ما دام قديم ايه صار لك 20 سنه ايه طبعا هاي الشباب من نشوفهم وياك يشتغلون بهذه الوضعيه ايه يعني تتذكر الامور اللي كانوا بها اكو شباب كانوا يشتغلون بهالعمر او اكو اطفال يشتغلون هسه ما انا اشوف ذاك الوقت كانوا يشتغلون والله هي طبعا سنوات 15 سنه هم اقول لك احنا المجتمع معنا حقيقه صارت به مشاكل وهي مشاكل الحرب وهاي وحرب الكويت وحرب ايران فاكو ناس تيتمت يعني الجهال وهذا فانطرت يعني الام تدفع ابنها هذه يبيع لاليك هذا ما ادري فشغلات هوايه يعني صارت ماساه بالبلد فقلت لك انه استلام هوايه بالبلد فينطر يعني يعوف المدرسه ويعوف التعليم ويعوف هذا في سبيل العيش يعني اي فماكو تشجيع يعني الحاله بهالعمر هذا الشباب الصغار اللي اشوفهم اطفالي والله يعني المفروض يعني مأسة هي المأسة هي الرئيسية هو للدولة هي صارت يعني السبب الرئيسي تأتيم الأب مثلا نقول عنده 5 أطفال أو 10 ليش من الدولة يعني ليش مو من الأب والعائلة وبعدين من التقصير من الدولة يكون المحاسب لا هو السبب الرئيسي الدولة هسه أنا مثلا أنا مواطن عراقي يقول لك تعال دافع على هذا البلد مالك حارب إيران حارب الكويت حارب أمريكا حارب هذا أنا مجبور أحارب خاصة في زمان صدام يعني حتى ما تقدر لازم ما تقدر بتطلع بالشارع بالبيت اللزم بالقهوة اللزم هذا مجبور تحارب أي. أكو نساء هنا يشتغلن نساء أكو بقالات قسم من عندهم أو قسم بعض المناطق عاملات يعني يشتغلن هنا والله هذا النفايات مال العلوة تنشمر خارج ال ويدورن بيها أيوة صح يعني بكل بلد هو الفقر موجود بكل العالم بس مثل سوايتنا ومثل عملتنا ما صايرة دوم أبد بكل دول العالم قبل شوية مرة يعني عمرها متوسط تلم بالنفايات على مود تطلع لها برتقالات وتطلع لها كم طماطة على مود تعيش بيهن تاكلهن الليل يعني هذه الصورة من تصير قدامك والله يعني يعجز اللسان عنها بلد الخير وهاي جوانا نفط احنا بلد الخير احنا بكل يعني اي محسودين نعم اي يعني هسه الطالب الجامعي يدفع عربانه زين لو الانسان كبير بالعمر يشتغل هنا تبقى اضافه لهذا الشيء انه هسه قام يفضلون البنغلاديش على العراقي زين هاي البعلوات جميله كلها انبنت احنا من الثمانينات على رؤوس العراقيين يفضلون العراق البنغلاديش على العراقي ايش غير اكو سبب؟ يقول لك على سنادي البنغلاديش يشتغل احسن من العراق زين هي هسه العلوه الجميله اصلا انبنت عليما غير العن العامل العراقي لان هذا الشخص هذا على قولتك يقول من ايام الشورجي كنت اشتغلاني يعني قبل ال 93 قبل 92 قبل السقوط زين عمان العراقيين ما شاء الله كلهم كفؤين زين احنا ما نقيس المجتمع هسه مالنا لا بالعكس الانسان اذا مو مضطر ليش يشتغل ما شاء الله العامل العراقي يقول لك سعره عالي وشغله قليل هو هاي صحيح هاي اي هذا الصدق هنا موجوده احنا مو اكو ناس تخرب على العمال العراقي اكو جماعه صدق ما يشتغلون صحيح اكو يقول لك انا اشتغل لك يومين ثلاث ايام بعد ما اشتغل بالنسبه للبنغلاديش هو جاي من مكان بعيد يعني العشره والخمسه الاف تكفي زين يعني المهم انه يمشي اموره تبقى بالنسبه للعراقي هو لا حول ولا قوه يشتغل هنا هو لو ما مجبور ها ما يشتغل هنا زين انا قلت لك مثل ما تفضلت اكو نساء قاعد تدور بالزباله واحنا بلد خير احنا زين ليش هاي العمال او كلهم هم يعني اكبر واحد بالعمر يعني هسه يدفع عربانه لو يشتغل حمال بعلوه جميله غير مضطر غير بلده ويشتغل بيه شو يسوي يعني اول شيء ذات عينات موجوده اي وسائل راحه مثل متوفره لهذا الشخص ماكو فيلجا لمن العلوه الجميله ما عنده غير ماكو غير هالحل هذا زين لان هسه انا احكي لك من 92 طبيت العلوه الجميله وهذا وقتها اشتغلنا بالمكاتب ما اقول لك ذاك الايام ذيك الايام خير من الله هسه زين اذا تطلع 10000 15000 من الساعه ب 3:30 لحد الساعه ب 5 وعلى الوقفه هاي زين والتعب وهذه ونقول الحمد لله والشكر
احنا نعاني برزقه وكله خبزه حلال ونظيف الحمد لله رحمه الله على والدي. ما طول لقمه حلال ما طول لقمه حلال الحمد لله. بس احنا نقول الله كريم ان شاء الله. زين الله كريم ان شاء الله. هو شعب نقول احنا قاعد يعتذر يعني ميت. انا اقول لك ميت يعني زين. لان ماكو يعني ماكو واحد يسمع الكلام ويعمل به. زين يعني ايش قد احنا حكينا ويا القنوات هواي تعبنا من الحكي. انا اجيت هواي. اي احنا ايش قد حكينا احنا يابا بالنسبه لنا وسائل يعني شغلات عمل ماكو لنا يعني تعبنا. يعني نريد واحد انسان يسمعنا او مثلا يوصل الفكره مالتنا له. زين الى متى يعني هسه هذا؟ الى متى؟ يعني العمال العراقيين ما لا حول ولا قوه ولا واحد يشغلهم. زين هسه اليد العامله الاجنبيه هي الاولى. زين عرفت شلون؟ وهذول هذول تجارنا يرحبون بال ليش التاجر اذا انت وياه قديم من صار لك التسعينات وصار لك 15 سنه 10 سنوات وياه معقول يفرط بيك يجيب بنجلاديشي اكيد اكو اسباب. اكو الاسباب شنو؟ الاسباب مثل يصير واحد عنده ضرب طارئ مثلا نقول ها يوم يومين ما يعذر ما يعذر ما يعذر يقول لك هذا عامل بدل وياك ما يقول على قولتك هذا خبره صار له فتره يشتغل وياي ها جاب لك اثنين ثلاثه حطاه بكان العراقي عرفت شلون؟ يقول لك هذا يشتغل ما يعرف حتى لو اعطيه خمسه اعطيه عشره يمشي عاد ابو ساره ابو ساره خلينا نتمشى انا وياكم منو على اساس انه مدير الاداره موجود؟ الامانه هذا هنا اي والله اعطيته خبر قبل شوي انا عمي. يلا خلينا نتجول شباب اعطوني لقطات عامه زميلي حيدر حتى نكون بشكل واضح امامكم ونعطيكم لقطات عامة. عد ابو عباس ابو عباس وهسه خابران هذه اللقطات اللي تلاحظوها الازدحامات اللي دا تصير اللي تشوفونه الان امامكم هذه الصورة الواقعية من داخل علوة الجميلة المواد اللي تشوفوها الأغلب مستوردة ومثل ما حكوا قبل شوية وقالوا أنه يعني الموضوع السيطرات اللي بصراحة هذا الكلام المفروض ينسمع والمفروض وزارة الداخلية تتخذ بإجراء أنه ناس واقفين بالشوارع ياخذون من سيارات 500 ألف وتوصل أسعار هواية وما اعرف. السلام عليكم عمي شلونك حبيب؟ خوش قاعده قاعد عمي شلون صحتك؟ الله ان شاء الله زين الله يلا شلون وضعك؟ هلا بيك يا عراقيه هلا ومستورد عراقيه ها زين شلون الفلاح العراقي شلون؟ والله هو دايشك من يم هالمستورد مأثر عليه يعني اي هواي مأثر عليه المستورد ارخص زين مو هذا هنا بالعراق الزراعه تكلفته تصير ازيد اي زين وزاره الزراعه الاجراء اللي ممكن تسوي ما لها اي دخل بال يعني لا لها دخل بالحدود ولا لها دخل بالسوق كل شيء ما لها دخل اي مساعده ايش ما. مجرد وزاره مجرد وزاره انت فلاح لا صاحب مكتب مو يعني اشتغل بمكتب هسه هاي البوتيته على هاي النظافه وعلى هذا الشكل والترتيب المواطن ايش عجب ما راغب لانه ارخص منها المستورد رخيص المستورد اللي هو مستورد منين؟ مستورد من ايران من هاي مدعوم من دولهم ويجي هنايا كم دوله هسه احنا نستورد منها؟ هذا مخضر ثلاث اربع دول تركيا ايران طيب. سوريا باكستان كلها اي باكستان كلها لنقي وهاي حمضيات تقريبا اربعه هم اللي مسيطرين بالسوق جماعة ظاهر عندهم باكستان وواصلين هوايه تحياتي لك الله يساعدهم شلونك حبيبي شو اخبارك ان شاء الله زينين شلون وضعكم معكم مغاتب ادوي قلبك الله يحفظك حبيبي باكستاني وصلنا اي عندنا لالنجي باكستاني وعندنا ليمون باكستاني وعندنا موز اكوادوري يعني كل شيء عندنا عندنا بصل باكستاني كل شيء عندنا مستورد لان تدري انت هسه مثلا عندك اكثر من 6 منافذ او 7 منافذ مفتوحه اي وهاي المنافذ هسه هذا بالنسبه لنا للجمرك من يعطيك الملفات يكتب لك معفات يعني معفات من الجمرك بس هو شو يسوي؟ ياخذ من عندك جمرك
الدمرق يضربه في أربعة في خمسة في ثلاثة حسب اللي أني أبو مصطفى. مصطفى في دوره احنا خلينا نسولف سوالف حتى تكون واضحة. أنت هسه قلت لي إنه أكثر من سبع منافذ. أي هواي نعم أكثر من سبع منافذ. أي عندك بالشمال ثلاث منافذ، عندك بالجنوب، عندك بالجنوب، عندك بالبصرة ثلاث منافذ، عندك بالعمارة منفذ. عندك هنا على النجف منفذ بس ما فعلينا مال السعودية. هواي منافذ موجودة. وكل هاي البضائع توصل. البضائع توصلنا لنا. أكو مثلا عندك مثلا المستورد يعني للسعودي على سبيل المثال أو للكويت. صدرونه لك. يعني المستورد يعني. دمار للسو؟ أكيد دمار هذا لأن أنت شنو هو ما جاي تدعم هو مو دمار لا ترجع لصدق مو دمار لأن هو نفسه الدولة ما جاي تدعم الفلاح. أنت ما تدعم الفلاح. فلاح راح يفعل نفسه. راح يعمل النوب راح يطور نفسه يعني الفلاح بدال ما يدور وظيفه اسمح لي انا خليني اوصل لك الفكره انا من زمان اعمل بهاي الشغله من 90 الفلاح هسه انت من الدعمه راح يتحول وين العمل الارضه مو يستصلحها يكملها لكن انت الفلاح هسه ما تدعمه الفلاح يدور وظيفه يدور مثلا غير شغله يشيل ايده من الزراعه ليش؟ لان الدوله ما دعمته هاي وحده اثنين الدوله اذا دعمت الفلاح مو هي معادله حسب حساب عرب إذا الدولة دعمت الفلاح وصار المنتج عراقي 100% هنا وين؟ قاعدة المنافذ شلون؟ كل منفذ لازمته مجموعة مو دولة أنا هسه عد كلام يعني أي واحد خلي يجيني أنا مشتغل على مهران مشتغل على زاخو مشتغل على المنذرية مشتغل على الشيب مشتغل على الشلامشي مشتغل كل عليه كل منفذ لازمته جماعة يعني شلون؟ على سبيل المثال عندنا كم حزب احنا هنا؟ خلينا نقول الأحزاب المعروفة اللي يعني مثل ما تقول عندها موطأ قدم قوي أربع أحزاب فكل حزب له منفذين لان ملاته والله حقيقه انا هاي سعد كلامه هسه اي واحد خلي يجينا خلي اقول ها احنا هم حق الرد مكفول للجميع ما عندنا انت يعطيك المنفي يختم لك هناك يقول لك هذا الخضره معفات معفات يعني ما عليها قمرك بينما انت تطلع اقل سياره تطلع عليها مليون ونص مليونين هاي وحده ما تخلص مو مشكله انطيت انت غير بالمنفذي من تطلع من تطلع انه شو لازمك السيطرات ها سيطرات لها ايه توصل على سبيل المثال وصلنا الجميله مو جميله نفس الحاله الى ان توصل طب بالوضع عماتك تنزل الى انت تنطي زين هاي على اليمن على المستهلك اي على المستهلك لان انا ما يهمنا انا اجيب مثلا هاي البوتيت على سبيل المثال ايراني على سبيل المثال خلينا نقول بفد ب 20 تومه تطلع ما يقارب خلينا نقول 100 دينار توصل هنا ب 350 او ب 300 من اللي وقع بيها المستهلك ها من المستفيد الرئيسي المستفيد الرئيسي احنا نرجع وين نرجع لورا النور المستفيد الرئيسي يا هو المنافذ المنافذ هي لازمته ها بدليل عندنا هسه احنا الميناء موجود ارصفه كالرصيف المجموعه تطبق انت يطبق اللي جمالتك كالرصيف هذا الحموله ياخذ منك 750 مليون شغله انا من 90 بهاي الشغله اكو بغير دوله هيك مثل اللي عندنا ماكو انا راح اسولف لك في موضوع صغير حتى يطلع هذا فاليوم انا مهران جاي اسوق ف حتى الزرع الدول الموجوده من تصدر لك زرع ما اصدر لك زرع نظيف ليش؟ سيطره نوعيه ماكو اسمح لي لا انا شلون اضرب لك مثال شلون عرفته؟ عرفته لان انا فد مره من المرات بالمنفذ واجت اجى لالنجي صغار كل لالنجي مثل هاي على سبيل المثال جاي يشوفه بيها من هنا مرقومه هاي فاجت سياره كامله مرفوضه مصدرينها للامارات وبالامارات رافضه طالعه عنده شرحه وحده صغيره تقريبا 10 كيلوات بيها وحده تالفه رجعها وين جابوها؟ للمنفذ العراقي استلمها العراقي باعتبارها درجه اولى هو هنا المشكله هي زين فاحنا شي جينا احنا يجينا انا هسه سالتهم نفسهم الايرانيين فلمن اسئله قال لا شنو هذا اللي اجيبه؟ قال هذا احنا نسميه تبن احنا هنا شو نسميه؟ عزل مثل التفاح عندك التفاح هناك ما يقدروا يستوردونه لغير دوله مو زين هذا كل التفاح هذا مو درجه اولى ولا درجه ثانيه هذا يستعملون الايرانيين شامبو يستعملون المربيات ما مربيات شامبو والله بالله وين؟ من انفتح المنافذ العراقيه من انفتحت المنافذ العراقيه قام التلفزيون اي هنا عندنا ماكو سيطره نوعيه يعني ب 10000 ب 15000 ممكن مثلا اللجنه تجي بورقه تقول لك اطلع مو فالموضوع شيء على شيء ملخبص يعني احنا سبيل نتحمل مسؤوليه بالدرجه الاساسيه جيد حتى مو احنا نسولف وندير وجهنا ونروح لا نريد نشوف شنو الوضع لا انا اقول لك نتحمل المسؤوليه هسه حاليا النظام النظام هذا نظام هو وزاره مثلا وزاره معينه لو هو النظام شوفوا يا المعني يا المعني يا وزاره معنيه وزاره الزراعه مثلا مو شرط احنا بالبدايه من فتحه المنافذ كانت تشترك بالمنفذ وزاره الزراعه تشترك وزاره النقل تشترك عندك وزاره الداخليه حتى الدفاع حتى الامريكان كانوا بالبدايه يحاسبون لان الامريكي يحاسب يقول لك خاف تجي البضاعه من ايران مثلا بها اسلحه بها كذا كان حتى سونار امريكي انا اتذكر بالمنفذ مال مهران سونار امريكي
من تدخل انت تدخل سيارتك يضربك سونار خاب بي اسلحه، فشافت كلها تدخل، فبعدين صارت مليارات، فشافوا الموضوع ما يخدمهم خلوها فوضى هسه زين. فالمنافذ مبيوعه، تدري انت قتال على المنافذ؟ قتال. الجراج مبيوع، الدخول مبيوع، خروج مبيوع، المنافس مبيوع، ومكاتب وميليشيات، موضوع كبير عويص، لان احنا حكومتنا رئيس ماليه، تجار اللي لزموها، مو ناس اهل خبره، تجار اللي لزموا الحكومه. يعني شغلتنا بترهم لو ما ترهم؟ شغلتنا لا ما ترهم، والله والا ما رحم ربي. ليش؟ والله انا اقول لك هذا مو ميسين احنا ولا ماشيين، هو الحرام ولات. حرام ولات، عرفت شلون؟ الحلال لا، شغلته صعبه. سلام عليك حبيبي، حياك الله. عاشت ايدك على المعلومات اللي انطيتنا اياها. يعني والله كلام يعني بصراحه يعني من سمعه تحس انه انت يعني ما اعرف، يعني اكو قانون، اكو دوله، اكو ناس تسمح هذا الحكي، ماكو ناس تسمح هذا الحكي، اكو مكاتب اعلاميه داخل الوزارات انه من نشوف هيك مواضيع حساسه وارتباطها بشكل مباشر بموضوع المواطن تتحرك هذه المكاتب، بس ما اعرف سواء مكتب وزير الداخليه، مكتب وزير التجاره، مكتب وزير الزراعه وعدد كبير من الوزارات اللي عندنا. نتمنى انه تسمعون وعلى الاقل تقعدون ويا الناس البسطاء تشوفون الوضع وتسمعون هذه القصص، لانه هذه القصص يعني استقصائيه، يعني ما ممكن انه واحد يقدر يحصل على معلومات مثل اللي احنا نحصلها. ما حد يقدر، رغم انه هي متاحه والمنافذ موجوده بكل مكان، انه بامكان اي مواطن يروح، لكن من نشوف وتسمع هذه المعلومات المخفيه على الجميع، صدقوني المفروض وزاره الداخليه، وزاره الزراعه يكون لها موقف حاسم بهذا الموضوع. نتمنى تسمعون، نتمنى تسمعون، وانا اكرر دائما انه لازم تسمعون، وحق الرد مكفول للجميع دون استثناء. اي شخص يرد اسمه او اي مكان او وزاره يرد اسمها بموضوع معين داخل برنامجنا واحد من الناس، بامكانه التواصل ويانا، وحق الرد مكفول للجميع. حجيه شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ ها؟ حياك الله حجيه. زميلي حيدر انطيني لقطات عامه حتى نشوف، يمكن اعتقد هذا مستورد، بس خلينا نشوف المحلي والله العراقي اذا موجود حتى نسولف مع الاخوه الفلاحين ونشوف وضعهم، واللي نسمعه واللي نشوفه دائما ببيانات الوزارات المعنيه بموضوع الفلاح ووزاره الزراعه، انه نسمع الفلاح إلى هلقد، والفلاح إلى سلف، والفلاح عنده إمكانية أنه يجيب المكائن العمل ويجيب الأدوات مالته بدرجات أولى ويشتغل، لكن من ترجع للواقع تشوف غير شيء. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ ان شاء الله زين 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 الحمد لله. شلون امورك؟ زين زين. شغل هنا زين؟ زين زين زين؟ زين. اي لا 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 عادي هو ارد اسئله على العامل العراقي ما يعرف. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ تعال شلون مش طالع؟ شلونك؟ نور. شلونك زين؟ شلونك؟ الاسم بالخير. حسن. حسون حبيبي شو اخبارك؟ الحمد لله. شلونك؟ زين ان شاء الله؟ الله يسلمك. خلينا نوقف هنا. حسوني ايش قصة لك هنا تشتغل؟ ما صار له هواي شهر هيك. ايوه. مدرسة شنو وضعها؟ مدرسة مبطلة انا. بطلت؟ لا حرام. ايوه. ها؟ عجب. انا مو الشغل شغال. الشغل يعني حاول تكمل مدرستك وتشتغل. ايه. هم نرجع. ترجع مو؟ ان شاء الله. تعطينا وعد ترجع. انطيك وعد هاي. زين. حسوني انت كبير؟ لا بعد قد اخواني. الله يخليك. شغلك هنا ماشي زين؟ اي الحمد لله. شنو بستوته عربانه؟ ستوته ذيك. ستوته؟ تصعد على الشارع العام لو لا؟ يا عشرة الشوارع العامه تصعد؟ اي تطلع. هي مو ممنوعه ستوته تصعد؟ لا ما يجو. زين كروتها زينه ستوته؟ اي كروتها زينه. الله يسمي هاي العلوه ذيك العلوه خمس.
زين. بس حاول ترجع لمدرستك وشوف. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي وسلام لك يا طيب. الله يبارك بك حبيبي حسون. حيدر حيدر اعطيني لقطات عامه بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه. هذه الصور اللي تلاحظوها من علوة جميلة في مدينة الصدر، لأهمية المكان ولحيويته أنه تواجدنا به. وهذه هي الصور اللي تشوفوها. خلينا نسولف ويا الأخ اللي قاعد على الميزان حتى نختم بعد ما نكمل الحديث وياه. وهذه هي وضع الناس اللي بيها. السلام عليكم، شلونك حبيب؟ شو اخبار القلب؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله زين. الله يخليك. قواك الله. والله حيلك الله. شلون الشغل اليوم؟ الحمد لله والشكر. ماشي دابره؟ يعني الحمد لله، يوم صايبه ويوم خايبه مثل ما يقولون. رحم الله والديك الله يخليك. عراقي مستورد عندك؟ لا، عندنا عراق وعندنا مستورد. الشغل على المستورد لو على العراق؟ حسب الطلبيه. تبال الناس هسه مثلا بالسوق تشتري؟ لا، المستورد. المستورد وكلها يفضلون العراقي، هو احسن شيء العراقي هسه حاليا. بس ما له دعم، مو تشوفه دعمه بسيط هنا؟ احتياد ما له دعم. اصحاب المكاتب اللي هم ما يدعمون لو هو تجي الماده من الفلاح وتدعم. الدوله تدعم الفلاح مو المكاتب. الدوله شغله اساسيه، وزاره الزراعه. احتياد اي طب. زين اصحاب المكاتب انه هذا المستورد اكيد هم يعرفون وشغلهم. المستورد ينباع بسهولة وبسعر جيد لو وضع المادة العراقية هي ما تساعد بالسوق. لا، الوضع بالعراقية ما يساعد، مو المادة والله. الوضع هو تعبان. قد ما أجرين بالله؟ والله ما أعرف الإيجارات بالضبط. أي والله. أنت هنا رجل عامل. أي. حسابات. أي. الله يكون بعونك. رحم الله والديك. من تشوف هاي الأطفال يمك تشتغل وال هاي الجهال شوفهم يعني. احتيادي موجودين. اي موجوده. شنو اللي الصوره اللي تتوقعها بمخيلتك اللي تشوفهم عمر الورد وهو والله بالعلوه معروفه؟ اقول لو عندنا حكومه ماكو جاهل يشتغل. زين قانون يجيكم هنا يحاسب على الاطفال ولا لا؟ وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ما جاي، ما حد يري. ما حد بحالهم اصلا. الله يكون بعوننا وبعونهم. رحم الله والديك. تحياتي وسلامي لك يا طيب. الله يبارك فيك حبيب. انطيني لقطات عامه زميلي حيدر. هذه الصوره اللي امامكم صوره واقعيه من قلب العاصمه العراقيه بغداد، وتحديدا من جميله، علوه جميله، لاهميتها، لموقعها، لتفاصيل العمل بها، وأيضا السوق الرئيسي والسوق يعني الشريان الرئيسي يعني بالعاصمة، يعتبر من أهم الأماكن اللي تتواجد بها هذه البضائع اللي موجودة. أنا بصراحة شوفتكم وضع الناس، وضع العلوة، وشوفتكم حال الأخوة العمال، حال الأخوة أصحاب المكاتب، وسولفوا هذه القصص اللي سمحتوها. أيضا دعوة أخرى، حق الرد مكفول للجميع، وأيضا دعوة أخرى للوزارات المعنية بهذا الموضوع بشكل حصري، أنه تتم المتابعة وتتم الزيارات الميدانية، ضرورية جدا حتى تشوفون الواقع اللي موجود شلون عايشين، سواء اصحاب المكاتب او سواء الاخوه العمال او حتى الفلاح شلون حاله اليوم. نتمنى انه وصلناكم الرساله، وهذه الامانه اللي المفروض انه تسمعوها، ويوميا راح نطلع عليكم حتى تسمعون اشكال والوان القصص اللي موجوده عندنا في بغداد. وايضا راح نوصل لمحافظاتنا واكيد نزور كل مناطقنا. تحياتي وسلام عليكم. أنا أحمد الركابي والزميل رافقني اليوم حيدر العماد. أكيد نشوفكم باكر بخير وسلامة وبمكان آخر وبمعاناة جديدة نتمنى أنه تنتهي. تحياتي وسلامي، إلى اللقاء.